على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وبعد. حقيقة زي ما سمعتم في اللقاء، هدفنا رفع المستوى العلمي والمهني والأداء والتطوير بما يستوعب قضايا العصر ومستجداته في تكوين إمام عصري مستنير قضى على فهم قضايا العصر ومستجداته والتعامل معها بفكر منطلق قضى على فهم هذه القضايا. هذه المعسكرات، ده كما ذكرت هذا هو المعسكر السابع، ومستمرون بإذن الله تعالى. تجمع هذه المعسكرات بين مجموعة من أبناء المحافظة في حدود 300 مع حوالي 60 إمام من مختلف المحافظات. فمع الجانب العلمي الذي يكون يوميا من 9 إلى 12 ظهرا تكون هناك جولات للتعرف على معالم المحافظة الحضارية والتراثية والطبيعية، إضافة إلى تلاقي الأئمة مع بعضهم البعض، ويأتي ذلك في ضوء في إطار حزمة تدريبية متكاملة تقوم على التدريب النوعي التراكمي المستمر